ظهر كشخص مرح يسرق الضحكات من قلوب متابعيه قبل شفاههم، لكن خلف الكواليس كان يعاني من إدمان الكحول والمخدرات ليتخلص من اكتئابه. يقال أن البؤساء هم الأقدر على إضحاك الناس، لأنهم يعلمون كم هو صعب أن يشعر الإنسان بالإحباط. هذا بالضبط ما قام به الممثل الراحل روبن ويليامز، فبعد حياة حافلة بالضحك والسعادة أمام الناس ومليئة بالبؤس والاكتئاب بعيداً عن أعينهم، وضع الممثل حداً لحياته وانتحر، ليصدم الجميع أن الفنان الكوميدي الذي لطالما أضحكهم عانى طويلاً من الاكتئاب. تعرف على معاناة الفنان المنتحر روبن ويليامز في هذا الفيديو. ولد روبن ويليامز لعائلة غنية عام 1951. أثناء طفولته منحته عائلته كل شيء يطلبه، أغلى الألعاب وأفضل الملابس، ووضعوه في أفضل المدارس وأسكنوه بيتاً كبيراً. لكن شيئاً واحداً كان ينقصه هو الحنان والعطف، فقد انشغل والداه بالعمل طوال الوقت ولم يعطوه الاهتمام الكافي، فعاش وحيداً معزولاً عن والديه وربته الخادمة. لم يملك صديقاً سوى مخيلته، فكان يتخيل أصدقاء وهميين ويتحدث مع ألعابه، مما جعله طفلاً خجولاً. وفوق ذلك عانى من وزنه الزائد الذي عرضه للتنمر في المدرسة. كل تلك الظروف أصابته باكتئاب حاد، ذلك الاكتئاب الذي لن يفارقه طوال حياته، ليتغلب بعد ذلك على خجله ويلفت أنظار عائلته وزملائه في المدرسة. لجأ للكوميديا فأضحك من حوله بنكاته، وانضم لاحقاً لنادي الدراما في المدرسة ليصبح أشهر طالب في المدرسة، فأطلقوا عليه لقب مهرج المدرسة. اختار ويليامز الكوميديا طريقاً لحياته، فسافر لمدينة سان فرانسيسكو ليختص بمجال ستاند أب كوميدي، وهناك فتحت أمامه أبواب الشهرة وشق طريقه نحو هوليود، فمثل دور فضائي يدعى مور في مسلسل هابي دايز عام 1978، وبعدها مثل دور البطولة في مسلسل مورك وويندي. أمام الناس ظهر ويليامز كشخص مرح يسرق الضحكات من قلوب متابعي قبل شفاههم، لكن خلف الكواليس كان يعاني من إدمان الكحول والمخدرات ليتخلص من اكتئابه. حاول جاهدا التغلب على مشاكله، لكن بصمت، فقد حافظ على صورته كإنسان سعيد أمام الناس وحصد الجوائز والشهرة. وفي عام 1993 مثل في فيلم ميسيس داوتفاير، وفاز بجائزة الأوسكار كأفضل ممثل مساعد عام 1998 في فيلم جود ويل هانتينج. بالرغم من معاناته من الاكتئاب والإدمان، لكن أعماله الخيرية وحسه الإنساني دفعه لمساعدة الكثير من الناس، خصوصاً المشردين، الذي وفر لهم وظائفاً في شركات الإنتاج السينمائي، فكان يشترط على أي شركة يعمل لديها أن توظف عدداً من المشردين. رغم المدة الطويلة التي ظهر بها ويليامز أمام المتابعين، لكن المقربين منه وحدهم من لاحظوا علامات الاكتئاب بادية عليه، خصوصاً زوجته التي لاحظت أن صحته تتراجع مع الزمن، وتأكدت أسوأ مخاوفها حين تم تشخيص حالته بالإصابة بنوع من الخرف عام 2011، وذلك المرض أدى لتراجع قدراته العقلية ومنعه من تقديم أفضل ما عنده. وفي نهاية حياته لم تعد تحقق برامجه الشهرة والإعجاب كما في السابق، وجاءت الضربة القاضية حين تم إلغاء برنامجه The Crazy One بعد عرض موسم واحد منه عام 2014. تراكمت عليه ظروف الحياة القاسية من مرض واكتئاب، فدخل مركزاً لإعادة التأهيل، وفي 11 من آب عام 2014 وجدوه منتحراً بشنق نفسه بغرفته، ليرحل الفنان الذي لطالما أخفى حزنه. الانتحار حل دائم لمشكلة مؤقتة. روبن ويليامز.